هنا ما شاء الله كما تشوفوا، مني كملت سلو ودرتو في هذيك القصعه المغربيه وقطعته باش نبين لكم كيفاش داير. ما شاء الله مقوم على حقه وطريقه ولدا. يا سلام يا سلام، يعني هنا هي باين اللون ديالو شويه مغلوق مع التصوير، ما عرفش علاش الاضاءه هذا، ولكن هو اللون ديالو ماشي مغلوق، اللون ديالو ما شاء الله غزال ومقوم على حقه وطريقه. اللي بغى سلو مقوم ولذيذ، ومهم واخا الواحد ياخذ طريف صغير ويكون على حقه وطريقه. فان شاء الله بقى معايا تشوفوا الوصفه والمراحل ديال التحضير بكل تفاصيل، وهذا هما المقادير هنا تيبانوا لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم وقناتي. اليوم ان شاء الله نعمل معكم سلو المغربي بالطريقه التقليديه. هنا عندي غادي ندير هنا عندي تقريبا 900 غرام تاع الكيلو ديال الطحين. شوفوا اللون ديالو كيفاش ذهبي، ما عرفتش يبان مع الاضاءه ولا لا، ولكن اللون راه غير ذهبي. هذا حمرته هي في الكوكوط، ممكن تحمروه في الفران كذلك. من بعد ما حمرته تقبطوا شويه ديال الزيت وتديروه فيه وتشوفوا اللون اللي بغيتوا توصلوا له، تيكون اللون هكا بني ولكن تبقى ذهبي ماشي محروق. فكل واحد تيحمر الطحين على حسب اللون اللي تيبغي في السلو ديالو يجيه. من بعدها غربلتو بالغربال الرقيق، بما تتقبطوش تحكو هذوك الكويرات اللي تبقاو بويض، غربلتو مزيان والكويرات تخلصت منهم. فدائما لو كنتو باغيين ديرو كيلو ديال الطحين تديرو كيلو شويه باش هذاك الشيء الكويرات اللي تيبقاو هما هذوك اللي تينقصو من هذاك اللي تكونوا زياده فوق الكيلو. دائما دير واحد الحساب ديالو باش يخرج له العبار مزيان في الاخر. ها هو اللون ديالو ذهبي ومغربل، تيكون مغربل بحال هكذا. هذا الدقيق ديالنا. بالنسبه لللوز حتى هو عندي هذا 2 باس تقريبا كيلو ديال اللوز، حمرته في القلايه الهوائيه بالقشور ديالو. اللي بغى يشوف الطريقه ديال التحمار ديال الطحين اولا اللوز اولا الزنجنان راه عندي في القناه من السنه الماضيه الفيديوهات، ممكن نعمل الرابط تحت هذا الفيديو. النص ديالو قبضته طحنته في الثيرموميكس، اللي ما عندوش يطحنوا في الزنقه ولا شي طحانه تكون قويه تتولي هكذا. ملي كان مازال دافي طحنته تخرج الزيت ديالو، شوف كيف داير تيولي ما النص ديالو هكذا. واللي بغى يطحن حتى اكثر ثلثين، اللي باغي يجمعه بالزيت ديال المكسرات ممكن يطحن اكثر. هذا تقريبا نص كيلو هكذا طحنته ولا ما القشور ديالو. هنا عندي والنص الاخر هرمشتو هكذا حتى هو بالقشور ديالو، درتو مهرمش ديال اللوز. بالنسبه للزنجنان نفس الشيء، حتى هو نقيتو غسلتو نشفتو وحمرتو ما تحرقوش. والنص ديالو حتى هو تقريبا كيلو، النص ديالو طحنته هو مازال دافي باش تطحن ليا ولا هكذا سائل حتى هو بحال هكذا. والنص الاخر درتو مهامش باش يطلق، هي النص الاخر ملي هامش راه جاب بحال جوج ديال الزلافات، هو نفس الكمية. هي فاش طحنو هكذا تيولي تيعطي كمية أقل، شوف تهرمشوه ماشي تدعقوه ولكن تتخليوه صايم، تخليوه صايم كله ما تطلقش المذاق ديالو. ها هو المهم تطلق الريحة ديالو. حتى هذا راه محمر ومهرمش هكذا مزيان، يعني تقريبا كيلو ديال اللوز تقريبا كيلو ديال الجنجنان وكيلو ديال الطحين محمر. هنا عندي واحد 250 غرام 300 غرام، ممكن تمشي ما بين 200 حتى 300 غرام ديال السكر، هي على حسب كيفاش بغيتيو السلو ديالكم يكون حلو. هنا السنيده قبضتها عبرتها وطحنت معها حبيبات ديال المسكه الحره، المسكه الحره طحنتها معاها، ومن بعد غربلتها باش تبقى بحال هكذا غربلتها. وهنا راه تتبان لكم اللون ديالها ماشي صافي، لان درت معاها معلقه كبيره مطحونه ديال النافع وديال حبه حلاوه. ها
هذا ها هو النافع، كي تيكون الشكل ديالو تكون الحبة ديالو خضراء هكذا، وهذه حبة حلاوة تتكون الشكل ديالها بحال هكذا. هذا الأنيس تتسمى، وهذا فينر، هاهم معلقة كبيرة ديال كل وحدة فيهم، تاهما مطحونين ومغربلين، ما تنحمروهمش هكا في الفران، هي تنكونو شي مقيلة كانت سخونة تنديرو فيها باش يشم الحرارة تيسهل علينا أننا نطحنوه. فخلطتها مع هاد السكر، دابا اللي ولا سكر كلاصي، والمسكة الحرة. وهنا عندي هنا القرفة البلدية، قرفة البلدية، شريت القرفة تتكون الورقة ديالها هذا فلات، تتكون مسطحة، الريحة ديالها غزالة ما شاء الله. طحنتها في الدار، طحنتها انا في الثرموميكس، ما لا ما كايناش ديروا شي طحانه تكون تطحن مزيان، اولا شروها تتكون شي واحد طحنها لكم العطار على يدو، تتكون مازال جديده. وغربلتها، الريحه ديالها ما شاء الله تتعشق، غزاله لا اللون ديالها ولا الريحه، تبارك الله غزاله ما شاء الله، طريه طريه بزاف. هذه انا هنا تناخذ العطريه ديال الهنوت، تتكون جايه من الهند، طريه وغزاله ما شاء الله، الريحه ديالها تتعشق. فهادو هما المكونات، عندنا اللوز، الزنجنان اللي مدعوق واللي مهرمش، اللوز مدعوق ومهرمش، السكر عندنا فيها المسكة الحرة والنافع وحبة حلاوة، هنا عندنا القرفة، عندنا الطحين محمر هكا كذهبي، ولا بدا ما نزيدو شوية ديال الملحة لتتخرج الضوء في الأخير، ولا خاصنا شي حاجة اللي دام نزيدو الزبدة تتكون محيد ليها اللبن ديالها. دابا نعملو النواشف، بسم الله على بركة الله. هنا عندنا الطحين، اليوم ان شاء الله الجمعة حنا تنصاوبو هذا صندو، ونديرو هذا نبخرو شي شوية، شوية ديال الصلغينة والعود، تكون الأجواء الواحد، الريحة تكون أصلا غزالة ديال الصلو طالعة، والواحد تيدير شوية ديال الصلغينة والعود بحال هكذا، بالصحة والراحة. دابا في القصعه درنا الطحين ديالنا هكذا، شو ما شاء الله راه محمر اللون ذهبي غزال ما شاء الله ديالو، ماشي محروق وماشي خضر. تنضيف له الزنجلان سائل، فالمقادير حضرتهم في النهار، والنهار الثاني لمن بعد الواحد تيحفظ تحتفظ بهم، وتيدير النهار الواحد اللي تيخلط فيه. هذا زلافة ديال الجنجنان، ونضيف زلافة ديال اللوز حتى هي اللي هكذا سائل ولات، شي ما شاء الله كيفاش دايره محمر بقشورو ومطحون حتى تيولي سائل، يعني مخرج الزيت ديالو. منساوش هنايا الملحة تتخرج المذاق، ضروري من الملح، هنا دابا نضيف كذلك النواشف، ولا نخلط، غدا نضيف القرفة، هادي راها مطحونة في الدار على اليد، هنا غدا ندير جوج معلقات ديال القرفة صغار، وغادي ندير
السكر اللي مخلط بالمسكة الحرة والنافع وحبة حلاوة. أول واحد على خاصو شي حاجة، من بعد الواحد الحلاوة على حسب الذوق ديال كل واحد، تيزيد وينقص على حسب الذوق. هادي مخلطة بالنافع وحبة حلاوة والمسكة الحرة، الريحة ما شاء الله تتعشق ديال هادشي. وغادا نضيف كذلك هاد النواشف، اللوز والزنجلان باش يبقى الواحد داكشي في النضغه، تيبقى عاطي ما تيجيش كله املس. غنخلط ونرجع لكم على خاص شي باش نجمعوا. غادي نضيفوا واحد الزيت اللي مدو الزبده اللي مذوبينها، محيدين ليها اللبن ديالها. هنا تنخلطنا على عناصرنا بعضياتها، وباين ليا بانه غادي يحتاج الزبده مذوبه بلا اللبن ولا الحليب ديالها. تخلطوهم بحال هكذا، تحكوهم بين يديكم بشكل الكويرات ديال اللوز والجنجلان. ما بقاوش هكذا، يتخلط كل شيء مع بعضياته. تديروا هذه العمليه هكذا في الاول، ومن بعدها غادي نضيف الزبده المذوبه ونديرو يتعرك. وبحال اللي قلت في الاول، اللي ما باغيش يضيف الدهون من الاول، هذه قبطه ديك الكميه ديال اللوز اللي خليت انا والزنجلان درتهم هرمشين، غادي قبط ياخذ منهم نص الكميه ديالهم ويزيد يطحنها حتى تولي سائله، وهي اللي يجمع بها هاد السلو. هنا راني ضفت كميه ديال الزبده مذوبه، محيده ليها اللبن ديالها، الحليب واللبن. دابا غادا نعركو مزيان ونرجع معاكم تشوفوا الشكل النهائي. هانتوما هذا اللي طحنت، ماشي طحنت، دلكت الثيرموميكس كمية الأولانية. هانتوما شتي هو اللي خاصو الواحد الزبدة، تيزيد شوية ديال الزبدة مذوبة محيد ليها اللبن ديالها. هانتوما نوريكم هي كيفاش خرج وكيفاش تجمع، ماشي تطحنوه تدلكوه، حيت على درتيو في ديال الطحينة يمشي لكم هذاك الشيء اللي مهامش لداخل كله، غادي يولي سائل. هانتوما شتي فاش تيطحن، فاش تيطحن تيتدلك. ما شاء الله تيبان لكم الحليبات ديال الجنجنان مهمشين واللوز مهمش، ما شاء الله شوفوا لا تيكستور ديالو، شوف جامع راسو مزيان. ثم الزبده تتقللوا ولا تكثروا فيها اللي بغيتي، اولا تطحنوه اللوز والجنجلان تيولي سائل وتنجمعوا به. ها هو سلو ما شاء الله من بعد ما عجنه، شوف ما شاء الله كيفاش تعجن، قابط راسو مزيان. هانتوما ما شاء الله شوف تبارك الله ما شاء الله مقوم جامع راسو مزيان. الكميه هي ديال الزبده على حسب نتوما القوام اللي بغيتي، المهم تكون خاليه من اللبن، ما تبقى هي هذاك الفوقاني ديالها باش تخلطوا نهائيا، ما تخلوش فيها اللبن ولا الحليب باش ما تخسر لكم السلو. تبقى الكميه الزبده على حسب نتوما القوام اللي بغيتو بالسلو ديالكم. ها هو ما شاء الله تعجن، عجنتو على مراحل خمسة ستة ديال المرات، قسمت هذيك الكمية بشوية بشوية تعجن. اللي ما بغاش يديرو في العجانة تي هذا بيدو تيديرو في شي بانيو كبير أو لكساعة كبيرة، وتيعطيه الدليك حتى تيطلق تنسجم جميع العناصر تنسجم بعضياتها وتيطلق الزيت ديالو بهاد الطريقة. دابا هنا إلا بغيتو كاع إلا بغيتو تزيدو شوية اللوز مهرمش من بعد او لا اي حاجه هكذا مهمشه ممكن نزيدوها. واخا انا درت كل شيء في الاول، ولكن اللي بغى يزيد شي حاجه ف
بعد المرحله من بعد ما تسدلك يزيد، وما شاء الله راه مدلوك معروك مزيان ما شاء الله. واللي بغى يخليه مهرمش ما تجمعش بحال هكذا، غادي ينقص من الكميه الزبده، غادي يبقى له هكذاك ماشي مجموع، كل واحد كيف تيبغيه. المهم المقادير الاولانيه تتكون مضبوطه، وبالنسبه للذام تبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. وهذا هو الشكل النهائي ديال السلو ديالنا من بعد ما زينته باللوز مهرمش. شوفوا كل واحد تيزينه بالطريقه اللي بغا. هذا هو الشكل النهائي. ممكن تقدموه في طبيصلات صغار، كويكتات صغار، ديروه كيف ما بغيتيو، ولا في الطبيصل هكذا تحطو في الطابله. انا مبدئيا حطيته في هذه القصيعه، هذا قصيعه مغربيه تتمثل التراث ديالنا، زينته باللوز مهرمش. هذا اللوز مفسخ ومحمر في القلايه الهوائيه وهرمشتو. ممكن ديرو سكار كلاسي من الفوق على بغيتيو، اللوز صاين، اللوز مهامش اللي تتفضلو. هذا هو الشكل النهائي ديالو. دابا نقطع لكم واحد الطريف، شوفوا كيف تيجي من الداخل. هنا غادي نقطع هنا طريف ونوريكم كيفاش يكون القوام ديالو. ما شاء الله راه مقوم هاد سلو تبارك الله، يعني غني كله بالبروتين. بعد الواحد ياخذ في السحور مع كويس ديال الحليب بحال هكذا، ان شاء الله يصوم النهار مزيان، تيشبع وتيقنع. هاد طريف صغير ماشي هاد الطرف كله، ياخذ منه غير شويه الواحد، راه تي شوفوا ما شاء الله كي داير، جامع راسو ومقوم على حقه وطريقه. ما شاء الله راه المذاق، جربوه ردوا عليا، ما شاء الله المذاق جا رائع رائع جدا. اي والله يدخل علينا رمضان بالصحه والسلامه والعافيه، الله يتقبل منا جميعا، اللهم بلغنا رمضان. وان شاء الله الوصفاتنا الاعجاب ديالكم، خليوا لي التعاليق الراي ديالكم، والتقي بكم فيديو قادم ووصفه قادمه بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.